فيتامين تيجن، نسمة الراحة بعد التعب، سفوة الندوة لمعنقل أوراق، ونكهة الصحة ونشوة الذواق. تيجن أحلى مذاق. تيجن يتمنى لكم رمضان مبروك. صباح النور، مرحبا بكم من جديد في فيتامين على جوهر اف ام في رمضان المدينة. بحضنا من جديد روضة العامري خبيرة التغذية. صباح النور روضة. صباح الخير. صباح النور امين. صباح الخير الناس الكل. الناس الكل نسلم عليهم وان شاء الله يكونوا في متابعة متواصلة، وخاصة نلقاو الإجابة لعديد التساؤلات فيما يخص تغذيتهم، فيما يخص التغذية في رمضان سبيسيالمون، فيما يخص العلاقة بين ساعات الواحد عنده مرض مزمن وطريقة التغذية في رمضان ولا في غير رمضان. كالعادة روضة تعطيكم الإجابة، واليوم نحكيه على موضوع مهم مش كان في رمضان أما حتى في سائر الأيام، واللي هو القلق متاعه ساعات نحسوه بطريقة انتنس كما ساعات يكون قليل، ولكن هو قلق سلامات كما نقوله بالضبط. لأن نحكيه على الجير. أنا عندي أن رماد كل متاع الدار، أما نحب تعطينا أنت النصائح باش ما نعرضوش رواحنا قبل ما نحكيه على كيفاش نقاوموه ولا اللي هو به افضل اجابه. احنا كيفاش نحكيو على الجير؟ الجير من اكثر الحاجات اللي يقلقونا هي الماكله الحاره. فما عبيد يقول لك انا ماكلتش حاره، انا نحط برشا فلفل زينه، انا نطمطم برشا الماكله والماكله تبدا ميدومه ومزيته. يتفنن لكن الفن راهو ديما عنده دوزاج معين، خاطر الماكله تنجم تكون بنينه من غير ما نفرطوا في حطانه طماطم معجونه ولا في حطانه فلفل زينه ولا في حطانه زيت، لانه اي حاجه باش تكثر منها باش يولي عندها على بدنك. لهنا ما نبعدوش على الماكله الحاره كومبليتمون، مي نقصوا من ان نقليو ماكلتنا والا ان نحطوا برشا زيت والا ما فيها باس. ديما الماكله كي باش نطيب ونقولوا احنا نشكشكوا البصل من الاول، شويه زيت معاه شويه ماء، عمرنا ما نشكشكوا اكد شكشكه اللي جوست ماكله بالزيت ديريكتومون. التي سورتو التي القوي، العبيد اللي يعملوا تي قوي برشا، تي الاحمر والا تي الاخضر يحطوه برشا يغليوه برشا، راهو التي الاخضر ما يتغليش، معناتها التي الاخضر تنجم تعملوا حتى اون انفوجيون. معناتها تاخذ الحشيشه نتاعك تصفيها تنظفها بالماء السخون باش تتنحى المراره، ومن بعد تطفي الغاز وتحط التي الاخضر يعمل اون انفوجيون، معناتها با فورسيمون تغليه. راهو ديجا انت كي باش يعمل انفوجيون ويقعد دقيقه انفوزي تغطي الكسرونه نتاعك بالطحن، ديجا باش تشرب تي على روحك باش يكون تي بنين، اما مش تي قوي. وهكي كانت فداو الجير الجاسوس، لو فامو جاسوس اللي موجود على الطوي والتوينس الكل. لا لا ان شاء الله يجي نهار ونرتاحوا منه. والله والله بالحق راي اختراع اخر يبدل الجاسوس ولا يفك بلاصه الجاسوس. شو راهو فما اختراع اخر راهو اللي هو لو غازيفيي اللي احنا متجاهلين، وما فما برشا عباد يعرفوه صحيح، وفما برشا عباد ما يعرفوش قيمته. اغلو غازيفيي ما انت تحبها. احنا شنو هو الجاسوس؟ شنو هو الجاسوس؟ نحبوا الحلاوه نتاعو ونحبوا لي بول دو غاز اللي فيه. لو غازيفيي ما فيهوش سكر، هذيك علاش احنا ما نحبوش. دونك انت كي تجي تحلل تلقى روحك انت تشرب في الجاسوس مش خاطر لي بول دير كاهو، لا سي دو زونا ما تلقيت فيه حاجه على خاطر الحلاوه هذيك. فوالا، اما والله بالحق من قلبي ان شاء الله يجي نهار ويولي الجاسوس ما عادش يتباع في لي غون شوفات، يتسكروا نتاع الجاسوس الكل. لا تكلا تبيع، نحكيو على المصلحه لهنا وعلى والله المنفعه صافي. راهو صغارنا راهو بالحق، معناتها فما صغار راهو الجاسوس. انا باغ اكزومبل ولدي في الدار ما يراوش جمله، كي يبدا فما عيد ميلاد ولا حاجه في الجاردان دافان يروح لي ماما شربت جازوز، تقول جرب عرفتك تقول حاجه. اما هذاك ما يسالش، اما مش ديما، اما مش ديما اي او ننسيست بالحق اللي الجازوز ما لازمناش نكثروا منه. الحاجه الاخرى اللي تقلقنا زاده في الجير اللي هي القهوه. فما عبيد راهم يشربوا دي كونتيتي انورم نتاع قهوه. اذا كان انت تشرب قهوه في الليله ولا احنا تو كي باش نحكيو رمضان، ما نحكيو زاده سير الايامات. دونك كي باش نتفاداو الحاجات اللي عملونا الجير في رمضان، فما برشا عبيد يشربوا قهوه كهو في الليله، وفما برشا عبيد يكثروا من شاربين القهوه. كل واحد وكيفاش. زاده كيف امين اللحم والدجاج راهم يعملوا الجير سورتو عمليه الطبخ نتاعها. دونك اذا كان انت باش تحكم في عمليه الطبخ نتاعك للدجاج والا للحم، سو كي سيغمون مش باش يقلقك ومش باش يعملك الجير. لكن كي يبدا كيما قلت لك بكري مقلي والا طايب برشا بزيت ولا برشا طماطم معجونه، وقتها يولي يقلقنا كوتي جير. توا كي باش نحكيو على الحاجات اللي نحيونا الجير، ترى
قبل ما قبل ايه مش اقول لك قبل ما نحكيه على حاجات اللي نحيو الجير فما حاجه اخرى تعمل الجير يعني وعن تجربه والحمد لله نحيتها عرفت شنو الدخان اكزاكتومون يعني عندي تو سنوات الحمد لله ما عادش عندي بيه حتى علاقه دونك فما تغير كبير بون اكزامبل راك بالحق راك والله بون اكزامبل انا تو كي حكيت على الماكله اما ريت انا جينيرالمون مع الدخان يجيني ساعات معناتها كيما نقولوا كي نتعامل مع عبيد اللي هو يتكيف الراجل هذيك ساعات عاد السيد يبدا قدام يقول لي ايو انا هذا الكل هك ما نحيتليش الدخان قولوا لي دون سوكا الدخان انت حر تحيه وقت ما انت تحب دونك انت توا كي قلت لي الدخان انت عباره دخلته مع الماكله عرفتك لا علاش خاطر انت قلت قهوه انت قلت جازوز انت حكيت على طريقه التطيب نتاع الدجاج والا اللحم كيف نقولوا رمضان نقولوا بعد شقان الفطر ديريكتومون الواحد يلزم ياخذ دوز نتاعو نتاع نيكوتين وايماجين انت كيما قلت برشا قهوي زاد نحس مانيش عارف علاش الريزونمون اللي نعتبره غلط اللي يقول لك واحد قد ما يتكيف قد ما ياخذ دوز نتاعو غلط وكانه يعني باش يعمر نهار كامل نقص وايماجين انت كان هذوما الكل اكومباني بالدخان قداش معناتها تولي المضره الدوبل والتريبل دونك لهنا كي باش نقولوا احنا نبعدوا على الماكله الحاره نبعدوا على الجازوز نبعدوا على الطيب القوي على اللحم على الدجاج على الحاجات المقلين نزيد نكمل نقول لهم ابعدوا على الدخان لهنا العباد تكرهني راهو العباد ليه يسمعونا انا اللي داخل من هنا خارج من غادي لهنا بالطبيعه باش نعطيه نصيحه وكل واحد يقول لك باش يفهم زاده حتى ساعات الواحد يقول لك والله عندي جيري مانيش فاهم منيش دونك احنا عرفنا توا احنا انا ليستي الحاجات الناس الكل تسمع فينا وانت باش تعرف روحك وعارفين توا المضره منين جايه والمضره منين جايه وساعات كيف نتقلقوا وتجينا كل الحاله هذيك فما طرق كل واحد وطريقته فما شكون ياخذ كل حريب شات الصغار مثلا الفارماسي وفما شكون باللي مويان دو بور كيما نقولوا احنا كعبس في الناريه كعبس فقوس فرماج تريانجل هذوما الكل اللي احنا تعرفنا بيهم اكزاكتومون ريت احنا توا كي باش نحكيوا الخضره تنحي بالكدا بالكدا المشكله نتاع الجير فما برشا عبيد ما ياكلوش سلايطره معناتها السلطه يغزر لها حتى لما مو بيدها تقول لي انا راني نعمل نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث من بعد ما نقول بربي باش تتلوح في الزبله باش نعمل في السلطه راهي عاده معناتها انت تقول كماما مثلا انت اللي تقوم تغرف للعبيد اللي قاعدين على الطاوله تغرف له سلطه بصفه عليه مثال شكلها اليوم رغم عن انفو غدوه برغم عن انفو نهار الثالث يستانس بها تولي لكم عاده في داركم ماهيش زينه محطوطه على الطاوله كان كليناها كليناها كان ما كليناهاش تقعد الغدوه ولا تتلوح السلطه ساعه راني نحب نقول راهي ما تقعدش الغدوه معناتها اذا كان قعدت الغدوه راك عباره بوقتها تاكل في حشيش قال لك انا ناكل حشيش اي باوي وقتها بالحق تاكل في حشيش خاطر ما فيها حتى منفعه ما فيها حتى انرجي ما فيها حتى طرف املاح معدنيه ما فيها حتى فيتامين دونك دون سوكا السلطه راهي تتاكل في نهارتها دونك ديما لازمتنا السلايطه لازمتنا نشربوا الماء بكثره ولازمتنا ديما ناخذوا لي سيريال لي سيريال نتاعنا كان كسكسي كان روز كان مقرونه هذوكم راهم لازمين تري امبورطون والحاجه الجاريه ما تكونش طايبه برشا طماطم معجونه لانه كيف كيف الطماطم في كل حالتها كسوسوا معجونه كسوسوا كعب هي زادة راهي تعمل الجير والحاجه اللي لازمتنا نتفاداوها هي ان بعد شقان الفطر يقول لك عب تاخذني عيني شوي هذيك رد بينا نعملوها بعد شقان الفطر ديريكتومون معناتها واحد يقول لك نعمل قيلقد قد يمشي تك هذيك ديجا نفس الغلطه اللي نعملوها في الفطار بعد يقوم بعد يقوم اي بالضبط كيما في الفطار زاد بعد الفطور ولا بعد العشاء دونك بعد يقوم ما شاء الله سيئة برشا هذيك راه بعد ليله مسكين متقلق دونك بعد شقان الفطر ما قلناش نخرجوا نعملوا فوتينغ اما واحد يقعد هكا يمشي ويجي للكوجينه ويحط حاجه ويمت حاجه مش ديريكتومون يتمت دونك هذه زاده مهمه برشا المعلومه والدخان نخليك ليك انت قول لهم على الدخان بطل الدخان سي تري سامبل لا برشا قالوا لي كيفاش عملت عندك لا والله برافو والله كل مرقد قمت بطل الدخان كيفاش عملت سي اون فولونتي اللي جيتك قرار وكهو فما كل السبب او بلوتو يعني كل الارغيومون نتاع ما نجمش نبطل فما ناس ما تنجمش تبطل الجيستويل وكهو يعني لو فات انه في يدك فما سيجار وتتكيف لا هذا كل نجمو نتقويو على رواحنا ونبطلوه ونحسنوا من لي جين دو في نتاعنا من ماكلتنا من برشا حاجاتنا اللي نمارسوا الرياضه اسالوا مجرب ما تسالوش الطبيب بالضبط في هذه اسالوا مجرب ما تسالوش الطبيب والله اسالوا المجرب والطبيب احنا هنا زوز مجرب اسالوا مجرب في الدخان بالذات روضه يعطيك صحه عايشك 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 ان شاء الله نهاركم زين يا جماعه وكهو وربي معانا الناس ان شاء الله اجمعين.